يا نعم ما طلعوا على وادي قبا، نعم الطلوع ونعم ذلك المطلع. نظر المدينة والنخيل يحفها، نظر القباب وإذا بنور أحمد يسطع. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. مشاهدين الكرام، مشاهدي القناة السعودية، أينما يصلكم بث قناتنا في أصقاع الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شرف المكان، وهنا في المدينة المنورة يتجلى شرف المكان والمكانة. نحن الآن في هذه الحلقة مشاهدين الكرام سنسلط الضوء على موقع تاريخي مأثور عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموقع والذي يحتل مساحة في قلب كل مسلم في أنحاء العالم، مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى. هنا في هذه المنطقة المباركة مشاهدين الكرام، بل المنطقة المقدسة، خرج أبناء المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن الأوس والخزرج في استقبال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مهللين مكبرين بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، فأهلا ومرحبا بكم. نعم ما طلعوا على وادي قباء، نعم الطلوع ونعم ذاك المطلع. نظر المدينة والنخيل يحفها، نظر القباب ونور أحمد يسطع. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى وخلال هذه الساعة المباشرة سنحاول أن نغطي جميع الجوانب التي تتعلق في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء. سوف نتحدث عنه اجتماعيا وتاريخيا وأثريا وعن جميع هذه الجوانب بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، في مطلع هذه الحلقة أرحب بالأستاذ عز الدين المسكي، وهو الباحث في تاريخ وآثار المدينة المنورة. حياكم الله أستاذ عز الدين، وسعداء جدا بتواجدك معنا اليوم على السعودية. الله يحفظكم ويرعاكم، حياكم الله. أستاذ عز الدين، نود أن تحدثنا بداية عن مسجد قباء تاريخيا، وأن نعرج أيضا على تلك المزارع وعلى هذه المنطقة المباركة والتي تسمى عالية المدينة والمذكورة في الأحاديث المأثورة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا جغرافية المدينة المنورة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى العالية وهو الجزء الجنوبي من المدينة المنورة، والجزء الآخر في الجهة الشمالية يسمى السافلة. طبعا هذه التسمية نتجت عن ارتفاع المنطقة الجغرافية الجنوبية للمدينة المنورة. تتميز المنطقة العالية بأنها أول مكان وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر. عندما وصل إلى المدينة كانت قباء هي أول منطقة تستقبله بأبنائها. المنطقة مليئة بالمواقع والمعالم التاريخية. تحديد هذه المنطقة جغرافيا كما أوردها المؤرخون والبلدانيون، تبدأ منطقة العالية أو تبدأ من المسجد النبوي على بعد حوالي كيلو ونصف، هنا تبدأ منطقة العالية وتستمر إلى 3 كيلو، يعني إلى ما بعد مسجد قباء بقليل. هذه كلها تسمى منطقة العالية من الشمال والجنوب. أما من الشرق والغرب فهي تضم 3
مناطق رئيسية. نعم. وهي قباء، ثم إلى شرقها قربان، ثم إلى شرقها منطقة العوالي. جميل. هذه كلها تسمى منطقة العالية. المدينة المنورة تحفها الكثير من المزارع، ولكن قباء نعم. تحتضن الكثير من المزارع حولها، وكانت قباء على ما أعتقد أنها بئر. نعم. طبعا أصل تسمية قباء هي لوجود بئر جاهلية قديمة نسبت المنطقة إلى هذه البئر. المزارع التاريخية الموجودة في منطقة العالية عموما ومنطقة قباء بالخصوص هي مزارع تعود إلى العصر الجاهلي، يعني هناك مزارع أحصي تاريخها يعود إلى ما قبل 1700 سنة. أشهر مزرعة في قباء هي المزرعة التي وصلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة مهاجرا، وهي تقع غرب مسجد قباء. هذه المزرعة عندها ما زالت موجودة حتى الآن. نعم، البئر موجود والمزرعة موجودة، والمكان الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم وفي معيته سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه موجود ومعروف، تسمى مزرعة عذق، تقع غرب مسجد قباء. هذه جميل. أشهر مزرعة في منطقة قباء، وهي التي حدثت عملية استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب، نود أن نتحدث عن تربة قباء الزراعية. طبعا المدينة المنورة يعني منطقة غنية بالمياه، هي منطقة حرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر أو قبيل الهجرة قال: أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فكانت اللابة هذه ميزة تميز المدينة، جعلت تربتها خصبة، الخزانات الجوفية من المياه وفيرة. هذه جعلت الإنسان المدني يقترن بالزراعة على وجه العموم ويقترن بالنخل على وجه الخصوص منذ قديم الزمن، منذ أن تواجد الإنسان المدني في هذه الأرض. حدثت عملية لا نقول هي علاقة اقتصاد ما بين النخلة وما بين الإنسان المدني، بل ترقت إلى عشق ما بين النخلة وبين الإنسان المدني، استمرت لآلاف السنين حتى يعني وصلنا إلى الوقت الحالي، وما زالت هذه العلاقة قائمة بين المزارع وبين الإنسان المدني. المدينة تحفها أو عفوا نقول أنه تتخللها ستة أودية شهيرة. في منطقة قباء عندنا وادي رانناء المشهور الذي يمر أساسا من المنطقة التي نحن متواجدون الآن فيها، ثم بعد ذلك يأتي وادي بطحان، ثم يأتي بعد ذلك وادي المهزور ومذينيب، ومن الشمال يأتينا وادي قنام. كل هذه الأودية تصب من الجهة الجنوبية اللي هي من الجهة التي نحن متواجدون فيها الآن، وتتجه إلى الشمال الغربي غرب جبل أحد في منطقة تسمى مجمع الأسيال. جميل. فمنطقة المدينة كلها منطقة خصبة زراعيا وفيرة المياه، الجو فيها طبعا يحدد نوعية المزروعات التي تزرع فيها. أستاذ عز الدين، كونكم باحث متخصص في الآثار النبوية في المدينة المنورة، يعتبر مسجد قباء أهم موقع أثري بعد المسجد النبوي الشريف، ونجد الكثير من الزوار يحرصون على زيارة مسجد قباء. نود أن تحدثونا من الفضل الكثير في زيارة هذا المسجد. طبعا مسجد قباء يقع في المنطقة التي يسكنها أكبر قبيلة من قبائل الأوس، وهم بنو عمرو بن عوف، يحيطون بهذه المنطقة من كل جهة. مسجد قباء عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول شيء أقامه لأهميته القصوى هو المسجد. جميل. فأنشأ هذا المسجد طبعا كان مربدا لسيدنا كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن عوف. هذا المسجد أنشئ في هذا المربد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل أسبوع وبالتحديد تقريبا في كل سبت يزور مسجد قباء. وقد جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره. تعدل عمره. نعم. نعم. طيب أستاذ عز الدين المسكي، في ختام هذا اللقاء وفي هذا الجزء من البرنامج، نعم، نود أن تحدثنا عن أهم المواقع التاريخية والأثرية في المدينة المنورة المأثورة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. نعم. طبعا الأماكن في المدينة المنورة المتعلقة بالسيرة النبوية أماكن عديدة وأماكن كثيرة، يعني الزائر لمنطقة المدينة لا يكاد يمر في مكان إلا ويحكي له عن حدث من السيرة النبوية،
طبعا بدءا من منازل الأوس والخزرج والمساجد التي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليها، مساجد هذه القبائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويصلي فيها. نعم. فمن أوائل هذه المعالم التاريخية اللي هي المساجد النبوية التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى العديد من المآثر الأخرى. جميل، شكرا لك أستاذ عز الدين المسكي. ولكن قبل اللقاء كنت تتحدث عن فكرة متحف. نعم، والله يعني الحديث عن مزارع المدينة حديث ذو شجون. نتمنى أن يكون هناك متحف زراعي في المدينة المنورة يحكي تاريخ الزراعة في المدينة من بداية العصور القديمة إلى يومنا هذا بإذن الله تعالى. وأنا أعلم بأن رسالتك قد وصلت. شكرا لكم الأستاذ عز الدين المسكي الباحث في تاريخ المدينة المنورة وآثارها. مشاهدين الكرام، متواصلين معكم بإذن الله تعالى في برنامجكم شرف المكان، ولكن بعد هذا التقرير والذي يحكي عن قصة مسجد قباء. يعد مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وقد تم بناؤه في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية الشريفة، وله مكانة عظيمة لدى المسلمين، فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد النبوي الشريف من ناحية الفضل والحجم والمساحة. وموقع بناء هذا المسجد مقدس، حيث أنه الموقع الذي بركت فيه ناقة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل من رحلة هجرته إلى المدينة، ولذلك فهي بقعة تاريخية مقدسة. وشارك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد بيديه الطاهرتين. وعن تسمية هذا المسجد باسم قباء، فإن الاسم مأخوذ من اسم بئر موجود في قرية فيها مساكن بني عمرو بن عوف ويدعى قباء. وقد تم اعتماد هذا الاسم لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد مر من هذه القرية عند قدومه إلى المدينة المنورة، وهناك بنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. وقد تم توسعة وترميم هذا المسجد بعد بنائه في العهود التالية، فقد كان بناء المسجد بسيطا في بداياته، فقد كان عبارة عن مربع ضلعه يصل إلى حوالي 70 مترا، وله 3 من الأبواب كلا منها على جدار، وفي الجهة الغربية من الجدار الشمالي يوجد ممر أو رواق محمول على أغصان من النخيل. أما في الجهة الجنوبية من الجدار بنيت 9 غرف وهي مخصصة لسكن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قد خصص في الجهة الجنوبية مكانا للصلاة وقت هطول المطر، وهو عبارة عن صفين من الأعمدة فوقها سقف لحماية المصلين من المطر. وما أن وطأت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم بلدة يثرب، والتي سميت بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حاولوا الأنصار الإمساك بالناقة اغتناما لبركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل في ضيافة أحدهم، فكان لا يمر بدار إلا ويحاول أهل البيت الأخذ بخطام راحلته، حتى قال لهم دعوها فإنها مأمورة، حتى بركة الناقة عند دار أبي أيوب الأنصاري صاحب بئر قباء. Thank you.
بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم متواصلين على السعودية وعلى جنبات هذا المسجد المبارك، مسجد قباء بالمدينة المنورة. مشاهدينا الكرام، يسعدني في هذا الجزء من البرنامج أن نتحدث عن وقع المسجد اجتماعيا بين أهل المدينة المنورة، ويسعدني في هذا الجزء من البرنامج أن أرحب بضيفي الأستاذ محمد العسلان، وهو باحث في تاريخ المدينة المنورة، ماجستير علم الاجتماع والمتخصص في الدراسات الاجتماعية والموروث الشعبي. حياكم الله أستاذ محمد، وسعداء جدا بتواجدك معنا اليوم في برنامج شرف المكان. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المشاهدين لهذه القناة المباركة. أستاذ محمد، نود أن نتحدث عن مسجد قباء من زاوية اجتماعية، كون هذا هو تخصصكم ودراساتكم في الموروث الشعبي والتراثي لهذه المنطقة. نعم أخي الفاضل، المدينة المنورة يتلاحق التاريخ الاجتماعي بعضه بالبعض، فلا ننسى أن هذا الموقع الذي نحن بين جنباته نعيش الآن جمع بين شرف الزمان وشرف المكان. أما شرف الزمان فهو هجرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وخروج الأنصار ومقابلته في هذا الموقع تحت هذا النشيد المبارك الذي لا زال يتردد بين من جيل لجيل طلع البدر علينا. ولا أود أن أتوسع في الجانب التاريخي لأن بعض الإخوة تتحدث عنه، ولكني سأنظر إلى هذا الأمر من المنظور الاجتماعي كما أشرنا. هذا الزمان عرفناه، أما المكان فهو بناؤه صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد الذي نحن بجواره. هنا يجتمع عبق التاريخ في هذا المكان، ويظل هذا الاستمرار قائما حتى يومنا هذا. المكان يا أخي، أنت إذا وضعت قطر لدائرة لا تتجاوز الكيلو متر الواحد، وجدت تاريخا عميقا وتراثا تاريخيا لا يمكن أن يغفله أي باحث ويقارئ للتاريخ. على يدك اليمنى من هنا يوجد أول موقع نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وهو أطم من أطام العرب التي كانت مشهورة في ذلك الوقت، وجلس فيه وتناول بعضا من التمر كما تروي الروايات. وبجوارنا أيضا مسجد بني أنيف الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، وهو مكان لبلي. أما إذا نظرت إلى الجانب الغربي أو الشرقي من هذا الموقع وجدت بئر غرس، ووجدت تاريخا ناصعا عندما اختلف الأوس والخزرج وحضر حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وأصلح بينهم وقال قصيدته المشهورة. وأيضا بجوارك بئر أريس التي سقط فيها الخاتم كما معروفة تسمى بئر الخاتم. مزيج من هذا التاريخ المفعم، كل متر فيه يشهد لنا ويشهد للتاريخ، وتتعاقبه الأجيال وترويه صغيارا يعني وكبارا. أما من المنظور الاجتماعي فإن قباء دوحة المدينة المنورة، كان يخرج المدنيون بسياراتهم ويجلسون هنا بجوار هذا المسجد المبارك، يتناولون الشاي يتنادمون الحديث، ولا يخلو موقع من حديث حول الأدب والعلوم وقضايا الفكر. لذلك أنت يعني تجد أن هذا التمازج الاجتماعي والحضاري والتاريخي كأنه شكل دوحة معرفية راقية وعالية. أيضا يحضرني هنا مجالس الأدب التي ملأت هذا المكان. بجوارك أيضا هنا كان مجلس لآل القاضي، ومجلس لآل الميمان، ومجلس للشيخ عبد الحميد عباس الذي لا زال حتى يومنا هذا يرعاه ابنه الأخ أحمد جزاه الله خيرا، ويؤمه الكثير من الأدباء والمفكرين يتناولون قضايا الأدب وقضايا القضايا يعني كل القضايا الاجتماعية والدينية، يتدرسون أمور دينهم ودنياهم على السواء. إذن نحن يعني لسنا يعني ببعيدين، وكأن الزمن يترابط وكأن الأحداث تتلاقى، هذا ما يعني أراه. أما عمقا تاريخيا فهو يصل إلى ما قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، كحيث كانت هنا بني قينقاع وبني النضير على بعد كيلو متر ونصف من موقعك الآن، كان قصر لزعيمهم، وأيضا بني النضير مما يشكل لك يعني تاريخا ثقافيا كبيرا
يمكن أن تتناوله مجلدات. نعم أستاذ محمد، أهالي المدينة المنورة كانوا في المزارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف دائما ما يجتمعون في السهرات وليالي قباء التي يذكر عنها الشعراء وتذكر عنها الكتب. هذه الجلسات التي كانت نتاج فكري قيم لأبناء هذه المدينة المباركة، وهو نتاج لما سبقهم من آباء ومن علم توارثوه في المدينة المنورة. نود أن تصف لنا هذه اللوحة التشكيلية، كيف عشتها وكيف كانت في المدينة المنورة؟ نعم، يعني المدنيون كانوا قريبين إلى، يعني إذا أردنا تصنيفهم من حيث المدلول العلمي، هل هم ريفيون أم هم هل هم حضر؟ يعني العلم الاجتماع الريفي يناقش أهل الريف، وعلم اجتماع المدن يناقش سكان المدن وثقافتهم وحضارتهم وما إلى ذلك. لكن المدنيين الواقع مزجوا ما بين المجتمع الريفي بخصائصه التي تعني التلاحم الاجتماعي والتقارب والألفة والأسرة المركبة وخلافه، كل هذا نعرفها في المجتمع المديني. أما المجتمع الحضري فهو مجتمع سريع يتميز بالديناميكية والسرعة، وهذا يعني أيضا موجود في المدينة. لذلك نحن يعني أمام مزيج منها بين هذين المجتمعين، وقد عملت دراسة في هذا الخصوص. بقي أن نذكر أن أيضا المدينة المنورة كانت المزارع هذه كان يؤمها الناس، لم تكن في ذلك الوقت يعني هناك مواقع للتسلية والنزهة سوى البساتين. يخرج المدنيون، وبجوارك هنا أذكر أن بستانا لآل عصر هي تسمى الصفية، وحتى الموروث الشعبي يردد هذه، عندما الأم تلاعب طفلها وهو صغير تقول له هيا نطلع الصفية ناكل مد حلية، والحلية هو تمر معروف ويعني يهتب به المدنيون، ولو أنه يعني هذا اليوم أصبح يعني قليلا لأن المبدأ التجاري. أيضا أود أن أشير إلى جغرافية قباء. قباء لم تكن بهذه الصورة التي نراها الآن، ومع ذلك لا زالت تحمل يعني بعض الكثير من المزارع الموجودة فيها. أما فيما مضى فقد كانت يعني كسوار يعني على معصم امرأة، يعني مليئة بالمزارع ومليئة ريحة النعانيع والروائح العطرة تنبعث لك منذ أن تطأ رجلك أول قباء. نعم أستاذ محمد، ما بين قباء والمسجد النبوي الشريف طريق كان يسلكه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كل يوم سبت، وذلك للصلاة في هذا المسجد المبارك. أهل المدينة تعودوا على هذا الدرب، والآن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة يتابع عن كثب إقامة هذا الدرب والذي يسمى درب السنة النبوية. نود أن تحدثونا عن درب السنة النبوية والذي يصل المسجد النبوي الشريف بمسجد قباء. نعم، أنت تعلم يا أخي أن المدنيون حريصون على أن يسيروا بمنهج السنة التي يعني وصلتهم كابرا عن كابر. فدرب السنة الذي يعني يهتم به صاحب السمو أمير المدينة المنورة ويرعاه الملك سلمان حفظه الله، كأنه يعني تجسيد لهذا المعنى الإنساني والإسلامي. أيضا هذا الطريق كان يسلكه صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي حتى قباء ويصلي فيه، ولأننا كما نعلم يعني أن النص الحديث الذي رواه الترمذي من توضأ في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. نعم. لذلك يعني أنت تعيش يعني الحمد لله، شوف المدينة وشوف هذا الكرم الإلهي المتجسد في هذا الحديث النبوي. المدنيون لا يعنيهم أو لا يكلفهم سوى أن يخرجوا من المدينة المنورة. نعم. ويأتوا قباء فيصلوا فيأخذون هذا الأجر الذي. نعم. يعني يساوي أجر قبرة عمرة في المسجد الحرام. نعم. شكرا لك أستاذ محمد العسيلان، ماجستير في علم الاجتماع والباحث التاريخي في موروث المدينة المنورة. أستاذ محمد، أود أن ننتقل بكاميرا شرف المكان إلى متحف الدكتور المهندس عبد العزيز كعكي أحد أبناء المدينة المنورة للحديث أكثر عن درب السنة النبوية. ننتقل إلى متحف الدكتور المهندس عبد العزيز كعكي ونواصل معكم شرف المكان من المدينة المنورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، طلب مني حقيقة أن ألقي بعض الضوء عن مسجد قباء وطريق السنة النبوية المباركة من قباء إلى المسجد النبوي الشريف. فأبدأ فأقول، منذ أن وصل الخبر إلى الأنصار في المدينة المنورة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في اتجاه المدينة، حتى بدأوا يخرجون كل يوم صباحا على ظاهر الحرة، هذه الحرة، فكانوا يخرجون إلى ظاهر هذه الحرة ويظلوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اشتدت عليهم الشمس وحان وقت الظهيرة عادوا إلى منازلهم. وهكذا أخذوا يمارسون هذه العادة يوميا، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأناخوا إلى بئر عذق، وهذه بئر عذق أناخوا إليها، فمن رآهم رجل من اليهود كان فيها أحد في هذه المزرعة، فلما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم صاح بأعلى صوته وقال: يا بني قيل هذا جدكم قد جاء. فتجمع الأنصار في هذه الحرة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبل في هذا الموضع استقبالا حافلا من أهالي المدينة المنورة. كثير من أهل المدينة لم يسبق لهم أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بزغت الشمس من أطم في هذه المزرعة يسمى الأجش، وهذا الأطم كان بالضبط أمام باب مزرعة العباسية اليوم، وأزيل هذا الأطم ظهرت الشمس منه فسقطت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتظليل النبي صلى الله عليه وسلم من أزعة الشمس، فعرف الأنصار أيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كان عليهما لباس ثياب بيضاء متشابهة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حتى نزل إلى قباء، فبني عمرو بن مالك اللي هما بنو عمرو بن عوف أهل مسجد قباء نزلوا إليهم، ثم لنزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار كلثوم بن الهدم، وكان يجلس في دار سعد بن خيثم المجاور ليستقبل الناس في هذا الموقع. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء ثم في مبني بنو عمرو، ثم أسس مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قيل أن التأسيس كان عبارة عن مصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع، وأسس تأسيسا فقط ثم بناه فيما بعد، ثم توالت بعد ذلك أيادي الحكام والسلاطين في عمارة هذا المسجد المبارك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وقيل غير ذلك، ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء في هذا الطريق المبارك حتى وصل بنو سالم، هذه منازل بنو سالم بن عوف أهل مسجد الجمعة، ففرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، فصلاها في وسط الوادي، وسط وادي الرانوناء، فصلاها في هذا الموقع، ثم استمر الركب المبارك في هذا الطريق حتى وازنت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بنو بياضة، ثم استمرت من بنو بياضة حتى دخلت في بنو ساعدة، ثم استمرت من بنو ساعدة حتى بني الحارث، ثم دخلت في بنو عدي ابن النجار، ثم وصلت مؤخرا عند منازل بنو مالك ابن النجار. وفي هذا الموضع بركت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني المشاهدين، هذا وصف سريع ومختصر عن مسجد قباء وطريق الهجرة النبوية الشريفة الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة المنورة. وحقيقة الموضوع طويل جدا، ونرى إن شاء الله في وقت آخر يكون لدينا متسع من الوقت نتحدث فيه بالتفصيل، ونحدد الصحابة الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسار المبارك، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم النزول في منازلهم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور المهندس عبد العزيز كعكي على هذا الشرح الوافي عن مسجد قباء وعن المدينة المنورة، وللحديث عن جغرافية منطقة قباء، هذه المنطقة المباركة المقدسة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الدقائق الأستاذ الدكتور حامد الخطيب من جامعة طيبة، وهو أستاذ دكتور في جغرافية المناخ. حياكم الله دكتور، وسعداء جدا بتواجدك معنا اليوم على السعودية. يا هلا، أهلا وسهلا دكتور. نود أن تحدثنا في البداية عن جغرافية قباء، هذه البقعة الطاهرة المقدسة والتي وطأت أقدام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه أثناء وصوله المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بالبداية أشكرك على هذه الفرصة اللي أتيحت لي للتحدث عن إحدى البقاع المقدسة في المدينة المنورة، ويطيب لي أن أقدم نبذة عن جغرافية منطقة قباء. هذه المنطقة كما ترى تتميز بارتفاع نسبي عن المدينة المنورة، تقريبا تزيل عنها بحدود 100 متر، فهذا يعطيها تميز في المناخ بحيث أنها مكشوفة للغرب، مكشوفة للشمال، ولذلك هي تهويتها رائعة. أضف إلى ذلك المزارع الموجودة فيها تضفي عليها نوع من الطيب المناخ. هذا إن تحدثنا عن المناخ بشكل عام، لكن أضف إلى ذلك وفرة المياه فيها، وهذا متمثل في كثرة الآبار الموجودة في المنطقة. أذكر منها بئر أرس، بئر الهجيم، بئر عذق، بئر العهن، هاي كلها آبار قريبة مننا، وكانت في من عهد الدولة الأموية ينبع منها عين تسمى عين الزرقاء. نعم. وكانت عين الزرقاء يعني على بعد 200 متر بدايتها من مسجد قباء غربا، ولو نظرت لترى المكان كانت تنطلق من بئر عذق وبئر الهجيم، وتأخذ معها مياه الآبار القريبة ومنها بئر أرس، وتنتهي في الحرم. فكانت هذه بقيت هذه العين الزرقاء حتى العهد السعودي، وهي أهل المدينة يشربوا منها. فإذا عندنا المناخ مناسب، المناخ من ناحية التهوية، من ناحية درجة الحرارة، من ناحية الارتفاع أيضا مشرفة، من ناحية أضف لذلك المياه الجوفية متوفرة، وكان في عيون بس إنما يقال بأنها جفت، والآن ما في عيون طبعا. أضف لذلك التربة الموجودين نحن فيها تربة خصبة، والسبب لأن نحن الآن موجودين في الحرة الغربية اللي هي إحنا تعرف المدينة في حرتين، حرة الغربية اللي هي الشرقية واقم، والغربية نسيت الوبرة، وفي شوران الجنوبية. هذه الحرة أولا الحرات دائما ترتبط نوعا ما بوجود مياه، لأنها تخزن المياه الجوفية وأحيانا تخرج على شكل ينابيع كما الحال في خيبر. هون أيضا المنطقة صخور بازلتية تتشرب المياه الجوفية بتخزنها، ونستطيع الحصول عليها من خلال آبار الجوفية. ولذلك أيضا مفتتات الصخور البازلتية البركانية خصبة، ولذلك هاي المنطقة من القدم مشهورة بالزراعة وبخاصة أشجار النخيل، فهي كانت العمق الاقتصادي للمدينة المنورة قبل حتى ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زالت بعض المزارع القديمة النخيل، وأنا طالبت في عدة أبحاث لي بالإبقاء عليها وتركها على شكل إرث حضاري للمدينة المنورة، ويعوض أصحابها ولا يكون جميل. لهم حرية التصرف فيها. جميل. أستاذ دكتور، أنا أود أن نتحدث عن هذا المسجد المبارك تاريخيا وعن مراحل التوسعة والبناء في هذا المسجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة المنورة من الجهة الغربية. نعم. من منطقة عامرة، من طريق الهجرة الذي يسمى في هذا الاتجاه. لا، هو طريق الهجرة على ليس له دخل بالطريق الهجرة الحقيقي. نعم. هو يعني أطلق عليه طريق الهجرة تيمنا للهجرة، إنما طريق الهجرة الحالي لا يمت بصلة للهجرة الحقيقي. جميل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من منطقة مخطط الأمير نايف على وادي رانوناء، بعد رانوناء دخل على منطقة العصبة،
منطقة العصبة هي أمامنا على بعد أمطار. هاي المنطقة كانت مأهولة بالسكان من بني عوف، من بني عوف، وفيها قطم مشهور اسمه قطم دحيان، وكانوا ينتظروا أهل المدينة، أهل المدينة ينتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام يوميا حتى يأتي، فكانوا ينتظروا صباحا وما يجي ويرد يرجع على منازلهم حتى ظهر ونادوا بأنه قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما وصل صلى في منطقة الآن في محلها مسجد أو مصلى اسمه الصبح، نعم. يعني موجود لغاية الآن. والمنطقة هاي اللي أحكي لك عنها اللي هي العصبة مشهورة بآبارها اللي حكيت قبل شوي، زائد فيها مسجد العصبة، ولها في لها يعني قصة مسجد العصبة، نعم. بعدها في مسجد صبح. بعدين عندما وصل إلى منطقة مسجد قباء كان هناك في ابن الهدم اسمه أظن زعيم بني عمرو بني عوف، هذا الزعيم كان مشرك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه المربد ويقيم عليه المسجد فوافق، فشارك الصحابة، وأول حجر أساس وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر بن الخطاب ووضعوا حجر الأساس. في البداية كانت عبارة عن خشب وزي العريش، وكانت أبعاده متواضعة جدا، يعني 40 متر في 40 متر، وحصلت عنده توسعات كثيرة، أشهرها توسعة سيدنا عمر بن الخطاب، توسعة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان جعل بدل ما تكون خشب وسعف نخيل جعله حجارة. جميل. بعد ذلك، بعد ذلك اللهم صل على سيدنا محمد، التوسعة اللي يشار إليها بالبنان هي توسعة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أولا سقف، السقف بالساج، عملوا باحة، وعمل أساطين اللي هي أعمدة، والأساطين هاي ثبتها بالحديد والرصاص والحجارة، وبنى المسجد كله من الحجارة وال احنا نقول له ما اعرف الطين او طين المدينة، الطين بس لها اسم، الطين الجص، حجارة مجصصة. الآن بعد عمر بن عبد العزيز أهمل لفترة طويلة، حتى يعني كاد أن يتهدم، ففي الأصبهاني كان حاكم أول المدينة المنورة أيام الزنكي. جميل. فبهذا سنة 555 فعمل عليه توسعة هذا يشهد لها، لكنها يبدو لأن من خلال تواتر الحديث لم تكن توسعة كبيرة، كانت عبارة عن إعادة بناء المسجد. في القرون الوسطى أيضا كان بحال ليس كما يجب، لكن زاروها بعد الرحالة وقالوا كان يوجد فيها تقريبا 39 عمود. طيب بعد هذه التوسعة منطر. كم توسعة حتى وصلت التوسعة السعودية؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في توسعات حصلت بالتواريخ 555 هجري، 671 هجري، 733 هجري، 840 هجري، 881 هجري. الآن التوسعات اللي تتالت توسعة قايتباي، توسعة العثمانيين اللي هم محمود، السلطان محمود، السلطان مراد، وآخر شيء السلطان عبد الحميد. الآن بقيت هذه التوسعات المحدودة جدا وعلى شكل مربع، لا ما زاد أبعاده عن 40 متر في 40 متر، وله مأذنة واحدة، والمأذنة الواحدة من أيام عمر عبد العزيز. جميل. المأذنة أول توسعة سعودية كانت في عهد الملك فيصل، نعم، عام 1968. الملك فيصل بدل ما كانت مربع عمله شكل مستطيل، وعمل له ممر أو بهو مطل ويصل إلى منطقة الحمامات، وزاد من أبوابه، كانت 6 وزادها. الآن بقي كما هو حتى مجيء المرحوم الملك فهد، وكانت هي التوسعة الأشمل، وبقي المسجد على ما هو عليه في هذه التوسعة الضخمة والكبرى، نعم. والتي كانت في عهد الملك فهد يرحمه الله، نعم. وتعتبر أكبر توسعة سعودية لهذا المسجد المبارك. أنا أود أن أطيل معك والحديث معك ذو سجون في توسعة أخيرة بس، نعم، في التوسعة القادمة بعد الملك فهد إن شاء الله تتم. الآن يجرى عملية التنفيذ، يعني الآن مثلا المسجد يسع ل 60 ألف مصلي ما بين الساحة والمسجد،
مخطط له أن يتسع ل 160 ألف مصلي إذا اكتملت إن شاء الله التوسعة السعودية في الأخير بعون الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور وسعداء جدا بتواجدك معنا اليوم للحديث عن جغرافية قباء وعن التوسعات التي مرت على هذا المسجد المبارك. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم شرف المكان من المدينة مع هذا التقرير مع زميلنا عبد الرحمن المزيني. سعداء جدا معكم من خلال هذه الجولة في شرف المكان في مسجد قباء. وقد تحدثنا عن هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى، بل هو أول مسجد أسس على التقوى في هذه المدينة المباركة، وهو مقصد الزوار والعمار
في هذه المدينة المباركة. مشاهدينا الكرام، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم شرف المكان والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من جنبات مسجد قباء، يسعدني أن أستضيف معي في هذا الجزء الجسيس ابن المدينة المنورة المنشد بكر فكي. حياكم الله أخوي بكر. الله يحييك، يا مرحبا بكر، شرفنا. سعداء جدا بكر تواجدك اليوم معنا. وحقيقة المدينة المنورة اشتهروا فيها الكثير ممن كتب في الشعر والأدب، وحقيقة هناك الكثير من الأبيات الشعرية والتي تغنى بها شعراء المدينة المنورة مشاهدين الكرام، منهم محمد العيد الخطراوي في عدد من القصائد، من أشهرها أنا في طيبة، وأيضا رائعة خالد محمد سالم بحب حي قبة، ولا ننسى بشير الصاعدي في قصيدته نأمل أو تأمل المجد. طبعا هذه كل القصائد والأبيات الجميلة والتي تغنى فيها أبناء المدينة المنورة، أيضا في مكة المكرمة، مكة الخير، أشاد بها الكثير من الجسيسة ومن الكتاب ومن الشعار على المدينة المنورة، وقد يكون من أشهرهم محمد أمين كتبي والمحب للمدينة المنورة. جسيسنا المبدع أخونا بكر، المدينة المنورة وخاصة جوار هذا المسجد المبارك، كانت هناك الكثير من المجالس المدينية القديمة والتي يتخللها بعض الأبيات الجميلة وأيضا بعض القصائد الرائعة، كان من أشهرهم السيد حسين هاشم ابن المدينة المنورة، والذي ضاع صيته في الوطن العربي بل الوطن الإسلامي بتلك القصائد. نود بداية في مطلعي تواجدك معنا أن نستغل وجودك بتلك القصائد الجميلة المدينية وبذلك الهنك المديني القديم. الله يكرمك حبيبي وتشرف. الله مستعدين. مستعدين. طيب ماذا ستسمعنا في البداية؟ قف بالمدينة في المقام الأحمدي. نعم، هذه من الأبيات الجميلة أعتقد محمد أمين كتبي. نعم، ابن مكة المكرمة. نعم، وقالها السيد محمد السيد حسين هاشم رحمة الله عليه. نعم نعم، تفضل. قف بالمدينة في المقام الأحمدي واقرأ السلام على النبي محمد، قل للأحبة في رياض محمد بشراكم في ذا الجمال السرمدي. وزر المساجد بعد عودك من قباء، وزر المساجد بعد عودك من قباء، واشرح فؤادك واشرح فؤادك في بقيع الغرقد. وروح العوالي والعقيق وحمزتان، وابكي الشهيد بأدمع في أحد. ولبئر عثمان استرح في نزهة، ثم اجتهد من بعدها بتعبدي. ولبئر عثمان استرح، ولبئر عثمان استرح في نزهة، ثم اجتهد من بعدها بتعبدي. فيا رب جمعا صلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة، يا واسع الجود والكرم. صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية أخوي بكر. حقيقة نحن كأبناء المدينة نعشق فيك الهنك المديني القديم والذي بدأ يندثر في الآونة الأخيرة. نود أن نسمع منك المزيد أيضا من بعض الأشعار المدينية أخوي بكر. طيب الله يكرمك. في دانا إن شاء الله سمعكم دانا. قال المتيم سأل دمعي.
قال المتأيم سالي دمعي لما ذكرت الروضي والدار دار المشفع من بحسنه قلبي تولع والعاق الحار الهاشمي زين السجايا به المحيا نور الانوار الشمس تجري في جبينه فاحت بذكره ازكى الاعطار حزا المكارم والمزايا حزا المكارم والمزايا خير الخلائق وابن الاخيار جدت يمينه بالعطايا كالبحر او كالغيث المدرار سيد العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل انسان يا سيدات اهل الحجون يا اهل الوفاء والجود والاحسان. ما شاء الله عليك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخوي بكر، هناك الكثير من الاصوات الجميله والتي لا ينساها اي مديني مثل السيد حسين هاشم وابنه طريف، وايضا هناك العم صالح عمر شيخ الجسيسه في المدينه المنوره، والعديد والكثير من الاسماء. لا اود ان اذكر اسماء وانسى، فيزعل البعض والكل منه العذر ومنهم القبول، ولكن ايضا نود ان تشنف اسماعنا ببعض الابيات المشهوره عن بعض من الجسيسه من المدينه. والله ما شاء الله تبارك الله، المدينه عامره بالمنشدين الكبار والاساتذه زي ما تفضلت الله يكرمك. لكن في كده قصيده برضو من القصائد المعروفه القديمه، نعم، انشدوها اكثر من شخص، يقولوا فيها هنيئا لكم يا اهل طيبه فافرحوا بما خصكم رب العباد وأنعم بما خصكم رب العباد وأنعم هنيئا لكم بالمصطفى وجواره تحيونه في كل وقت فما تحيونه في كل وقت فما إلهي اكسني يوم القيامة كسوة من النور في حب النبي لأغنما من النور في حب النبي لأغنما ولا تخزني يوم القيامة عنده وأخذ بيدي حتى أفوز وأغنما وأخذ بيدي حتى أفوز وأغنما وصل وسلم وارضى وارضى وجد على مقام ثوى فيه النبي منعما مقام ثوى فيه النبي منعما اللهم صل وسلم عليه وسلم عليه. نود ان نسمع شيء عن قباء. عن قباء، والله ما شاء الله القصائد كثيره ما شاء الله سيدي وائل، لو كلمتونا بس حضرنا. طيب تفضلوا. يا نعمة ما طلعوا. طيب. يا نعمة ما طلعوا نعمة ما يا نعمة ما طلعوا
على وادي قباء نعم القدوم ونعم ذاك المطلع. نظر المدينة والنخيل يحفها نظر المدينة والنخيل يحفها نظر القباب ونور أحمد يسطع. اللهم صل وسلم. أيضا هناك الكثير من القصائد التي تغنى بها الشعراء في المدينة المنورة وبسيدة الدنيا، ماذا سنسمع منك أيضا المزيد والمزيد؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني القصائد عن المدينة ما شاء الله تبارك الله، يعني كل واحد يبغى زي ما يقولوا يبغى البركة يكتب في المدينة. نعم نعم، الله يرزقنا الأدب فيها. اللهم أمين، واجعلنا إن شاء الله من أهلها يا رب. اللهم واجعلنا من أهلها. طيب نسمعكم كمان في قصيدة عن المدينة. نعم عن المدينة. نعم، مين كاتبها؟ والله كلمات تراثية قديمة. نعم تراثية. نعم من التراث القديم. جميل. طيب تفضل. عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. يا نبيا عليك مولاك صلى وأمرنا بأننا نصلي عليك فترد السلام فضلا علينا فترد السلام فضلا علينا وكفانا بأننا ذكرنا لديك. اللهم صل وسلم. شكرا لك منشدنا المبدع بكر الفكي، وكنا سعداء معك ومع ضيوفك أيضا الذين سبقوك من خلال هذه المشاركة في شرف المكان. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد وفقنا في تقديم لكم مادة مفيدة وجيدة من هنا من المدينة المنورة، من طيبة الطيبة، من بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال هذا الموقع والذي نقلنا من خلاله هذا النقل الحي المباشر من جنبات مسجد قباء، وتحديدا من هذا الموقع المبارك والذي استقبل فيه أبناء الأوسي والخزرج، أبناء المهاجرين والأنصار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك معنا في تقديم وإعداد هذه الحلقة، وأخص بالشكر قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة وبفريق العمل من مركز تلفزيون المدينة المنورة، ولقائد هذا الفريق سعادة مدير تلفزيون المدينة الأستاذ عز الدين كاتب، والذي يتابع معنا دائما خطوة وخطوة نتاج هذا البرنامج، ولمخرج البرنامج الأستاذ محمد البحري. كما تسعدنا ملاحظاتكم وآراءكم من خلال إيميل البرنامج والذي سيظهر الآن على البرنامج، برنامج شرف المكان. الأستاذ سعد أجماعة من الرياض، خالد الجماعة من الرياض مشرف البرنامج، سيتواصل معكم في كل ما يخص هذا البرنامج والذي يأتيكم كل يوم جمعة من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة. حتى ألقاكم في حلقات أخرى على التلفزيون السعودي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا هو وائل رفيق يبعث لكم أجمل تحية من المدينة المنورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.